بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، اليوم نتناول موضوع آخر يسمى العمق المكافئ في معادلة هوبرت. عندما تقترب خطوط الجريان من المبزل تغير شكلها من الشكل الموازي الأفقي إلى شكل شعاعي، لذلك قيمة دي لا تبقى نفسها بل تقل، تصبح أقل من هذا العمق، وذلك لكون إنه الجريان عندما يقترب من المبزل يغير شكل الجريان فيصبح جريان شعاعي، وخطوط الجريان تقترب بعضها من بعض. لذلك اقترح هوغارت عمق سمي العمق المكافئ، ممكن قيمة كابيتال دي. هناك عمق آخر سمي دي اي لتحويل صورة الجريان الأفقي إلى جريان أفقي مكافئ أو جريان شعاعي. أصبحت المسألة كالتالي: بدل عمق كابيتال دي هناك عمق مكافئ سمي دي، وهذه منتصف المسافة بين المبازل اللي أطلقنا عليها S over 2. المعادلات الخاصة بهذا الموضوع قمت بطباعتها بهذه الصفحة، تتكون واضحة، ولكون هناك أخطاء في بعض المعادلات في المحاضرات. كانت قيمة دي كالتالي، هي S على 8 H FH. ال FH هنا هي قيمة معامل هوغارت. الحين قيمة H هي Q في S، Q في S، Q قلنا احنا هي عبارة عن تصريف على المساحة المبزولة مضروب في المسافة بين المبزلين مقسوم على البيرمابيليتي مضروب في معامل هوغارت. في حين معامل هوغارت هو عبارة عن S، الحقيقة هذا القانون موجود في المعادلة بشكل خطأ، قمت بتصحيحها بالطباعة التالية: قيمة S ناقص D تحت الجذر 2 الكل تربيع على 8 DS زائدا 1 على باي لين D على R نوت تحت الجذر 2. هنا الـ R نوت هو نصف قطر المبزل، الـ R نوت هو نصف قطر المبزل. في حين قيمة H لو قمنا ب إدراج هذا الفاكتور ضمن معادلة رقم 2 راح نقدر نستخرج قيمة الـ H كالتالي، هو عبارة عن QS على K S ناقص D تحت الجذر 2 تربيع على 8 DS زائدا 1 على بايلن D على R0 تحت الجذر 2. الحين إذا رتبنا هذه المعادلة معادلة رقم 4 لاستخراج قيمة Q، فنقدر نحصل على المعادلة رقم 5 اللي هي عبارة عن Q يساوي 8 KD H على S ناقص D تحت الجذر 2، هذه الكل تربيع زائدا باي KH على S في لين D على R نوت تحت الجذر 2. كمل محاضرة من خلال الصفحات اللي موجودة في محاضراتنا. لذلك الانخفاض بالشحنة نتيجة الجريان الأفقي هو عبارة عن مركبتين، هي مركبة أفقية ومركبة شعاعية. لذلك إن معامل هوغارت ناتج من معاملين، معامل خاص بالجريان الأفقي سمي FH، وقيمة أخرى ناتجة عن الجريان الشعاعي سميت FR. فلذلك عادة H ممكن تجزئتها إلى جزئين، H هو عبارة عن QS على K مضروبة في FH، هذا القيمة خاصة بالجريان الأفقي، في حين هذه القيمة اللي هي QS على K مضروبة في FR هي خاصة بالجريان الشعاعي. FH هو معامل الجريان الأفقي، وFR هو خاص بمعامل الجريان الشعاعي. راح إن شاء الله بالمحاضرة اللاحقة راح نقدر نستخدم جدول، من خلال هذا الجدول نقدر نحسب العمق المكافئ دي بدل ما نستخدم هذه المعادلات. هناك جدول نقدر نستخدمه لحساب قيمة دي بعد معرفة قيمة S و D للمبازل
ذات نصف القطر مقداره 0.1 متر.